السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والجمال على السادة المشاهدين والمتابعين وحلقة جديدة من برنامجكم المفضل دائما وأبدا استراحة. عايز أتكلم في موضوع مهم جدا النهاردة. طبعا كلنا عارفين إن إحنا لينا أيام أجازات ولينا أوقات راحة كده بتبقى بعد الشغل، فبنبقى قاعدين في البيت نتفرج على التلفزيون ونقلب في القنوات، وأنا واحد من الناس بحب أعمل كده. فأنا كده بتفرج على التلفزيون من كام يوم لاحظت حاجة غريبة جدا، إعلان عن منتج خاص بالتخسيس. المنتج ده كفيل ان يدمر اي مريض سمنه. ايوه زي ما بقول لكم كده، كفيل ان يدمر اي مريض سمنه. ازاي بقى؟ اولا بيبدا يعلن عن المنتج بتاعه وبيقول ان هو ده حاجه بقى هتعمل معاك انجاز وحاجه جباره، يعني مثلا زي عصايه سحريه للسمنه. ما يسكتش بقى، لا ما يسكتش، يفضل بقى يوحش في عمليات السمنه ويخوف الناس منها. وطالما فتح بقى عمليات موضوع عمليات السمنه بيقول كم معلومه غلط في غلط. بيقول ان مريض السمنه وهو بيعمل العمليه بعد ما يعملها ويخلص هيقعد في المستشفى مده مثلا حوالي 3 4 اسابيع، يعني شهر. لذلك المعلومه دي ضحكتني جدا. يعني يا راجل، قلت له يعني في بالي كده بقول يا راجل ده لو بيعمل عمليه قلب مفتوح مش هيقعد الفتره دي كلها، شهر ايه بس اللي هيقعده. لذلك عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، طبعا بالاضافه ان هو اصلا بيقول ان المنتج ده بيسد النفس والحاجات دي. طب ما احنا ياما شفنا منتجات في الصيدليات ولا بتسد النفس ولا بتجيب نتيجه. لحد امتى هيفضل مريض السمنه ينساق ورا الاعلانات والحاجات اللي بتبقى دي خداعه وبتبقى ملهاش اي اساس من الصحه؟ لحد امتى هتفضل تعمل جسمك حقل او معمل تجرب فيه اي حاجه وخلاص، ويا عالم المنتج زي كده مثلا ممكن ياثر على الهرمونات بتاعتك او الغدد او يدمر اي اعضاء عندك، وفي الاخر برضه هترجع للمكان الصح. طب عشان نرجع بقى للمكان الصح ونروح للمكان الصح يبقى لازم تسمع حلقتنا النهارده مع الدكتور اللي دايما منورنا ومشرفنا، الدكتور احمد شنكار استشاري جراحه المناظير والسمنه وزميل كليه الجراحين الملكيه وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحه الايد والسمنه، واللي بصراحه ما بقاش ضيف يعني ده بقى صاحب مكان طبعا علينا، الدكتور احمد شنكار. مساء الفل عليك يا دكتور. مساء الفل واهلا بيك. يعني طبعا يعني هو دايما بيلقب الدكتور احمد بصانع الامل والسعاده والضحكه والتفاؤل الجميل. طبعا مش هكون لوحدي، هتكون معايا زميلتي الجميله اللي بكون مبسوط جدا ان انا معاها، عبير فوزي. مساء الفل عليك يا عبير. مساء النور عليك يا محمود. مساء الخير دكتور احمد. مساء النور. النهارده معانا حلقه مختلفه شويه عن كل الحلقات اللي فاتت. الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن السمنه عامه او عن الوزن الزايد عامه. النهارده معانا بقى حلقه جديده عن الوزن الزايد عن الحد او الوزن الفائق. احنا عايز اعرف بقى في البدايه من حضرتك يعني ايه الاوزان الضخمه او اللي علميا يعني بيتقال عليها الاوزان الفائقه، يعني ايه؟ اكبر تحدي في عمليات السمنه هم اصحاب الاوزان الفائقه. لما نيجي نقسم السمنه المفرطه فاحنا بنقسمها لزياده عاديه، زياده بسيطه في الوزن، ثم ايه السمنه المفرطه من الدرجه الاولى ثم الثانيه ثم الفائقه. اصحاب السمنه الفائقه اللي هي بتتعدى متوسط كتله الجسم اكتر من 50، متوسط معدل كتلة الجسم ده اللي هو الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. تمام. فلما نيجي نحسب الحسبة دي الشخص اللي فوق 50 وفوق 60 ده بيعتبر صاحب سمنة فائقة. فالناس دي اللي هو بنيجي نتكلم عن أوزان 170 180 200 250 280 نادرا ما بنلاقي حد فوق وزن 300 كيلو، إلا الناس اللي بيبقى عندهم مرض اسمه ليمف إيديما اللي هو ده الفيل. الشخص ده بيبقى مش سمنه، ده بيبقى تجمع مواد لمفاويه في الجسم وسائل لمفاوي، فده بيبقى بعيد شويه عن مجال جراحات السمنه. لكن احنا منطقتنا بتكون في حدود الاوزان فوق 200 وفوق 180، دي الاوزان الضخمه واللي بتعتبر اعلى مستوى في مجال عمليات السمنه. طب يعني الحاجات دي مثلا بتبقى حاجات يعني اسباب عدويه يعني ممكن يتولد بيها ان هو مثلا يبقى جسمه وهو في الولاده يعني جسم لحد ما يعني تشوفه تقول لا ده بسم الله ما شاء الله ده نازل تخين بقى زي ما الناس بتقول، فبتاثر عليه بكره بعده لما بيكبر، ولا دي بتبقى حاجات مثلا من مصادر تانية؟ ومش شرط ان هو الشخص يكون مولود بزياده في الوزن، لكن السمنه المفرطه بصفه عامه هي بالتاكيد مرض ليه اصول جينيه وليه ناتج عن تاثر في دوايا الحرق او تاثر في الميتوكوندريا او تاثر في نسبه العضلات والدهون، بالاضافه للعوامل الطبيعيه اللي من طبيعه الاكل، طبيعه الحركه، طبيعه اللايف ستايل نفسه. طب ايه هي بقى مدى خطوره؟ يعني انا اقول ان لا ده في خطوره على الشخص ده لانه عنده سمنه فائقه، طب يعني ايه الخطوره اللي ممكن تتمثل عنده؟ اصحاب السمنه الفائقه يعني بتواجههم تحديات في حياتهم ممكن ما تجيش في بال الشخص العادي ولا صاحب السمنه المفرطه العاديه.
الناس دي يعني هو ممكن ما يعرفش مثلا يربط جزمته، ما يعرفش يلبس هدومه، ما يعرفش يشتري هدوم ابدا طبيعيه، ما يعرفش ينزل الشغل، ما يعرفش ينام، هو لازم ينام على زاويه 45 50 شبه بينام وقاعدين، ما بيعرفش يدخل الحمام، مشاكل لا تتخيلها عارفها اصحاب الامراض دي بتواجههم تقريبا في كل لقطه وفي كل ثانيه في حياته، كل نفس داخل هو بياخده بصعوبه وهو نايم ممكن يصحى 40 او 50 مره بالليل نتيجه لحاجه اسمها سليب ابنيا، ان الزور بيقفل من كتر كميه الدهون اللي فيه، فمخه ينبهه انه يصحى فينام تاني فيصحى تاني، الحكايه دي بتسبب له صداع وضغط رهيب على القلب، مشاكل خاصه طبعا بالدهون والكوليسترول وكل مشاكل السمنه، وبالاضافه ليها المشاكل اللي هتواجهه في حياته نتيجه للوزن الكبير ده. صحيح. هو ممكن يا دكتور يعني سؤال كده جه على بالي واحنا بنتكلم، ممكن صاحب السمنه الفائقه ده يبقى عامل من عوامل الزياده وراثي ولا طبيعه اكل وحياه؟ السمنه دايما ليها اصل وراثي، هي دايما مرض ليه اصل وراثي، يعني لازم اصلها وراثي؟ مش لازم، لكن الناس اللي بالذات بيوصلوا لاوزان عاليه بيكون لهم اصل وراثي. تحديد الجين نفسه او كده يمكن لسه العلم ما وصلش لده بشكل كافي، لكن المؤكد ان الموضوع له علاقه بانزيم اسمه ام بي كاينيز، بالميتوكوندريا، بنوعيه الفايبرز نفسها بتاعه العضلات اللي في الجسم، فالجسم الشخص ده بيبقى اتجاهه اكتر لحرق الجلوكوز عن حرق الدهون، بتبقى مشكله في البنكرياس ان البنكرياس ممكن بيفرز كميه انسولين اكتر من الطبيعي، فده كل ده بيوجه الشخص ان هو يخزن دهون فقط وليس حرقها. طب هو صاحب السمنه يعني انا مثلا حد سمين عادي بيعاني طبيعي من مشاكل، تمام، اصحاب بقى السمنه الفائقه بيعانوا من نفس المشاكل ولا دي ليها مشاكل مختلفه عن دي؟ بياخد كل مشاكل عمليات السمنه، ضغط، سكر، قلب، المشاكل العاديه المعتاده، تمام، وبينضاف ليها المشاكل اللي احنا ذكرناها عن ان هو ممكن يوصل انه مش قادر يروح الشغل، يعني الشخص 130 140 كيلو هيروح شغله، لكن الشخص 270 كيلو هو اصلا يعني حتى لو لقى شغله هو مش عارف يوصل له. مشاكل في الحركه بس يعني؟ مشاكل في الحركه، في النوم، في الصحيان، في اداء كل جزء من يومه ومن حياته. ان السمنه اصلا بتاثر، بتجيب سكر، بتضغط، بتسبب مشاكل صحيه كتير، تمام. هل بقى صاحب الوزن الفائق ده في مشاكل صحيه داخليه غير مختلفة عن السمنة العادية؟ هي نفس المشاكل العادية، هي بس بشكل أكبر وأقوى. طب يبقى بما ان احنا قلنا طبعا ان بيبقى في مشاكل بقى وبيبقى في امراض وبيبقى في خطوره جدا كمان، ده بالاضافه ممكن تضرب الضعف اصلا بالنسبه للمريض السمنه المفرطه العادي. طب ايه بقى؟ يبقى كده هنروح بقى لحته العمليات. ايه بقى هي افضل بقى عمليه لصاحب السمنه الفائقه؟ اختيار العمليه لاصحاب السمنه المفرطه او الفائقه دي بيكون امر برضه بيحتاج خبره كبيره طبعا. فالشخص ده لو هو مثلا مريض ارتجاع مبيء بيكون صعب او خطر ان احنا نعمل له عمليه تكميم معده، فساعتها بنضطر ان احنا نعمل له عمليه تحويل المسار، لكن احنا دايما بصراحه في الاوزان الضخمه بنختار عمليه التكميم، حتى لو الشخص ده ممكن يكون عنده ميل شويه للسكريات، لكن بتظل عمليه التكميم افضل. ليه؟ لان هي بتتعمل في اسرع وقت عن عمليه تحويل المسار، الشخص فيها ما بيحتاجش ان هو الجراح يعني ما بيحتاجش ان هو يتعامل مع منديل البطن، منديل البطن اللي هو بتبقى الدهون اللي جوه البطن بتوصل لاوزان ضخمه جدا في الناس دي، ممكن توصل لوزن 70 و80 كيلو، التعامل معاها ممكن يبقى خطير، يزود وقت عمليه، يزود احتمالات المضاعفات. فاهم حاجه في العمليات اللي من النوع ده هي قصر وقت العمليه، احنا عايزين نعمل عمليه في 25 دقيقه، في 30 دقيقه، مش ندخل عمليات 4 ساعات و5 ساعات، عشان ده بيزود المشاكل المحتمله بعد العمليه. يعني ده سواء يعني عادي ممكن تمشي معاه تكميم او تحويل مسار او اي حاجه ثانيه؟ يقدر يعمل كل العمليات، لكن هتظل عمليه تكميم لو هي ما فيش سبب قوي يخلينا ما نعملهاش هتكون هي الاختيار الافضل ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. طب هل في تحضيرات بقى قبل العمليه لمريض السمنه المفرطه مختلفه عن مريض السمنه العاديه؟ بالتاكيد هو التحضير بتاع المريض دون هو مفتاح نجاح العمليه. تمام. مشكله الناس اللي في الوزن ده ان بيبقى عندهم دهون على الكبد، حجم الكبد بتاعه ممكن يوصل 40 كيلو 50 كيلو، بيبقى ضخم جدا، بيبقى كل حاجه جدا. جوه متضخمه، كل الاعضاء طبعا تبقى كبيره، لكن المشكله في دهون الكبد ان الكبد بيبقى هو مغطي المعده، نايم عن المعده تحتيه، مش هتقدر تتعامل مع المعده ولا تعمل عمليه الا لما تتعامل مع الكبد وتبعده عن طريقك. الكبد هنا وزنه 40 كيلو مثلا، مطلوب مني ان انا ادخل بادوات منظار قد الصباع مثلا قطرها 1 سنتي ان انا اقدر ارفع بيها الكبد، فطبعا ده بيحتاج يخليها ادخل اله واثنين وثلاثه ويطول وقت عمليه، يطول المانيبيوليشن والتعامل مع الاعضاء. فاهم حاجه هنا ان احنا نصغر حجم الكبد ده قبل العمليه.
وده بيتم عن طريق طبعا اتباع نظام غذائي يكون خالي من الكربوهيدرات تماما، خالي من السكريات، خالي من الفاكهه واللبن وكل مصادر السكر الطبيعيه والصناعيه، يكون غذاء عالي بروتين مع بعض الدهون وتقريبا زيرو كارب او فيري لو كارب، ما فيش كربوهيدرات خالص في الاكل. بيفضل الشخص ماشي على النظام ده حوالي اسبوع. بعض الناس بتمشي الشخص على عصاير وسوائل، الحقيقه نظام السوائل مش كفايه، ونظام السوائل ممكن يفضي القولون، ده مش هيفيدنا كتير في العمليه، لكنه مش هياثر بشكل كبير على دهون الكبد. اللي اكتر حاجه هتاثر على دهون الكبد هي المنع التام للكربوهيدرات. هو اصلا بعض العمليه بيبقى في نظام غذائي لازم يمشي عليه، مش اي اكل ياكله وخلاص. طبعا بالتاكيد. طب لو النظام الغذائي هيفرق، في ناس تقول لك طب انا ليه اعمل العمليه بدل ما هتبع نظام غذائي والنظام الغذائي فعلا هيخسسني؟ لا، هو النظام هنا مش هدف منه ان احنا نخس، النظام هنا هدف منه السيطره على حجم الكبد وتصغيره. في نفس الوقت احنا بندي برضه المريض ده ادويه لتصغير حجم الكبد بالاضافه للنظام الغذائي، وبنديه ادويه خاصه بالمعده عشان ما يكونش فيها اي التهاب، وادويه خاصه بالضغط، وبنمشيه على نظام دوائي ونظام غذائي قبل العمليه. بعض الناس بتكون معدل كتله جسمهم عاليه جدا جدا جدا، يعني نفترض شخص مثلا 250 او 280 كيلو وطوله مثلا 140 سنتي. هنا بنتكلم عن معدل كتله الجسم متعدي ال 100 اللي هو الناس الانسان الطبيعي بيبقى 25، ده 100 نسبه معدل كتله الجسم عنده. طبعا برضو حابب يعني اكد على الساده المشاهدين والمتابعين ارقام الدكتور احمد شنقار وطرق التواصل الخاصه بيها هتكون موجوده على الشاشه ان شاء الله، اللي حابب يتواصل مع الدكتور احمد شنقار. كنت حابب تضيف حضرتك حاجه؟ ان احنا لما بنوصل لمعدل الكتله العالي جدا مش شرط ان احنا ندخل على طول في عمليه سمنه، ممكن كخطوه اولى ممكن نركب بالون معده ينزل بالشخص ده 40 كيلو، يدخله في منطقه امن شويه جراحيا بحيث ان احنا كنوع شكل من اشكال التحضير للسمنه المفرطه. تمام. انا بس كنت حابه اعرف من حضرتك حاجه في موضوع الرجيم والكلام ده، كنا بنتكلم بره ونقول ان مهما عملت رجيم مهما عملت خدت ادويه والكلام ده كله ما بيوصلش للوزن المثالي، هل ده مع مريض السمنه بس ولا مع مريض السمنه المفرطه؟ هو يعني في فرق بين اللي عنده زياده بسيطه في الوزن وبين مريض السمنه، يعني الشخص اللي 80 كيلو و85 كيلو وطوله مثلا 165 هو شخص عنده زياده 15 كيلو. طبعا. ماشي، ما نصنفوش قوي على انه مريض سمنه مفرطه، فالشخص ده لو عمل دايت ولو غير نظام اكل نظام اكله صحي هيوصل لوزن مثالي، لكن هي التحدي بيبدا في ان لما اجيب لك واحد مثلا 130 كيلو واقول لك خسسه لي 70 كيلو خسسه لي 60 كيلو، هنا ممكن اطباء التغذيه عجزوا عن ده او الادويه اللي موجوده حاليا مش قادره ان هي تحل المشكله دي، فتظل العمليات طبعا بتكون الاختيار الافضل. تمام. طب خلينا ناخد استاذ مروان من شمال سيناء. مساء الخير استاذ مروان. اهلا عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل لو حضرتك معاك اي استفسار للدكتور احمد شنقار مع حضرتك. الو. ايوه يا فندم، انا كنت عايز اسال الدكتور، انا وزني 103. تمام. وطول حضرتك كام؟ وطولي 170. طب هو ممكن حضرتك تسمعنا بس من التليفون وما وقف التلفزيون؟ واضح ان هو بيسمعنا. اتفضل استاذ مروان، اسمعنا من الموبايل حضرتك وقف التلفزيون. ماشي يا فندم. اتفضل. 103 وزن و170 طول. ممكن يكون حابب يستفسر دي سنه ايه او محتاجه ايه مثلا عمليات او محتاجه حاجه ثانيه. تمام. بالنسبه للرجاله بيبقى يعني انطباعنا عن السمنه مختلف كتير جدا عن الستات، يعني لو ست جت قالت انا 103 كيلو و170 طول ممكن نقول لها اعملي عمليه سمنه، لان حرقها في الستات بيبقى ضعيف. يعني هي حرقها ممكن يكون 1000 سعره 1500 سعره في اليوم. في مقابل الراجل ممكن حرق يوصل ل 3 4000 سعره نتيجه لارتفاع الكتله العضليه ونسبه عضلات في جسمه. طب دي عشان تبعت ان ممكن الراجل بيتحرك اكتر او بيشتغل اكتر فيتحرق عنده. والطبيعه الهرمونيه، هرمون التستوستيرون بيدعم البناء العضلي في الرجاله فيخلي الراجل عضلاته عاليه، والعضلات هي مصنع الحرق في الجسم، هي اللي اكتر عضو بيحرق، عنده عضلات اكتر يبقى حرقه اكتر. فالراجل هنا لما عنده زياده 30 كيلو هو لو عمل عمليه سمنه هو ممكن يخس ال 30 كيلو دول في اول شهر او ثاني شهر وبعدين يبدا يدخل في نقصان زايد او هزال، فاحنا ما بنحبش ده. فلما يجي راجل 100 كيلو بننصحه دايما انه يجرب دايت مره واثنين وثلاثه و10، ما يعملش عمليه الا وفي سبب قوي زي ان هو يكون عنده مرض السكر بياخد انسولين وعايز يعملها للتخلص من امراض معينه مش لمجرد ان هو عايز يخس 20 كيلو. طيب شكرا طبعا استاذ مروان. هندخل بقى بما ان احنا حكينا في حته العمليات والحاجات اللي زي كده. طيب ان شاء الله العمليه مثلا تبقى ناجحه لاي حد ان شاء الله، بس لو لا قدر الله واجهنا مثلا خطوره او تركاه كده معينه مثلا حصلت مشكله، ايه بقى اللي يخليني اقدر اتفادى حاجه زي كده؟ في عمليات السمنة المفرطة في الأوزان الفائقة الأوزان اللي فوق 180 و200 و250 كيلو بيكون
اصعب حاجه فيهم هي اول حاجه هي التخدير. فالتخدير بتاعهم مش تخدير طبيعي، هو بيحتاج حد متخصص في الفئه دي من الاوزان، حد اتعامل معاها. تركيب الانبوبه الحنجبيه مش بيكون بسيط، بيحتاج مناظير متخصصه وفايبر اوبتيك وبيبقى بشكل تلفزيوني. في استعمال الادويه اللي هي بسيطه للعضلات بتستعمل اثناء البنج لازم تستعمل بكميات اعلى من الطبيعي، لان هي بيعاد توزيعها في الدهون. بنستعمل ادويه معينه زي البريديوم، ده مثلا احد الاساليب للافاقه السريعه جدا من البنج، بيساعد الشخص دون للافاقه، لان هو دايما الخوف ودايما احتمالات دخول المرضى اللي هي 250 280 كيلو يقول لك هو انا بعد عمليه هدخل عنايه مركزه. اكتر سبب يخليه يدخل عنايه مركزه هو عدم استعمال ادويه حديثه في التخدير. الادويه دي تقدر ان هي تعمل افاقه سريعه جدا، كان الشخص كانه ما خدش بنج، فجاه يبقى صاحي، فجاه تبقى عضلاته قويه. ده اللي بيقدر يساعده على عضلات التنفس ان هي ترجع تشتغل تاني، ويقدر يفاديه ان هو يدخل عنايه مركزه بعد العمليه. طبعا في امراض السمنه العاديه اوزان عاديه ما بيبقاش فيه الاحتمال ده، لان وزن بيكون اصغر كتير. تمام. قبل بس ما نكمل اسئلتنا، معانا ابو يوسف من الشرقيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. حضرتك دكتور احمد. انا كلام الدكتور بس. اتفضل مع حضرتك دكتور. اتفضل. معلش يا دكتور، انا عايز بس حاجه كده غير تخصص بتاعك. انا دلوقتي اتعمل عمليه لبني بسبب البول البرال. تمام. وبعد العمليه مفيش تحسن عن طريق الحقنه الشرابيه. تمام. ورحت جامعه الزباديك مره واثنين وثلاثه ومفيش اي حل. تمام. حتى رحت دكتور مسالك بوليه بره بيقول لي التخصص ده مخ واعصاب. تمام. وانا مش عارف اعمل ايه، انا راجل ظروف حاجات حريق ومش عارف اعمل ايه. تمام. هي احسن مكان للنوعيه دي من العمليات هيكون مستشفى ابو ريش الجامعي، هتلاقي فيها كل التخصصات. رحت مستشفى ابو ريش الجامعي يا دكتور، رحت مستشفى ابو ريش. تمام. هم هناك لما اروح زي ما جيت. تابع معاهم لان هم اقدر على حل المشكله، سواء تخصص مسالك بوليه، جراحه اطفال، اعصاب، جراحه مخ واعصاب. هم هيكون عندهم كافه التخصصات مع خبره كبيره في السن ده وفي المشاكل اللي بتواجه اطفال في السن ده. ما هو المشكله يا دكتور، انا رحت مستشفى بوريش وكان معايا تحويل من الدكتور، زي ما رحت زي ما جيت ما عملوش حاجه. هو ازاي برضه زي ما رحت زي ما جيت؟ طب قالوا لحضرتك ايه طيب؟ ما قالوش حاجه، قال يا فندم خد طبيعي على جامعه الزمالك، طبيعي على جامعه. وانا رحت الجامعه. لا، ما هي ابو ريش حضرتك دي جامعه القصر العيني، ابو ريش ده جامعه القصر العيني. عموما هو الموضوع طبعا بعيد تماما عن عمليات السمنه، بس كل اللي اقدر اقوله له. انا قلت لك هو مش شخصيتك بس معلش. كل اللي اقدر اقوله لحضرتك هو ان ابو ريش هي افضل مستشفى جامعي في مصر في مجال جراحات الاطفال والمشاكل اللي بتواجههم. طيب بنشكرك. ممكن حضرتك تروح تاني الجامعه وتجدد تاني الكشف يعني. بشكر حضرتك. بص يا دكتور، انا عايزه اعرف ايه هو معدل نزول الوزن لاصحاب السمنه الفائقه، يعني بعد ما اعمل العمليه ايه هو بقى المعدل الطبيعي؟ طبعا الاوزان دي احنا لو اتكلمنا عن طريقه نزولهم يعني الناس هتقول عليها كذابين. يعني بنتكلم عادي جدا ان شخص في اول اسبوع بعد عمليه خس له 40 كيلو، انا ما بتخضش عن نفسي، داخل 280 بقى 240، ده عادي. طبعا دي اغلبها بتبقى كميه دهون على الكبد على ميه، طبعا ده مش وزن حقيقي، مش نزول حقيقي في الوزن. في خلال اول شهر في ناس بتخس 60 كيلو 70 كيلو 65 كيلو 30 كيلو. عمليه تنظيف شويه بس كده، اللي هو ايه نزول كده سريع في الاول. بالظبط. الاشهر التاليه بيبدا النزول يبقى ابطا في حدود 10 كيلو ثم 8 كيلو، كل ما ينزل طبعا النزول يبقى اقل. بنتكلم عشان شخص ينزل من وزن 250 كيلو لحدود مثلا 80 كيلو بيحتاج في حدود سنه ونص لسنتين في المتوسط عشان يوصل ان شاء الله لوزن مثالي. يعني زي ما يكون حد بيعمل دايت كده وبيخس واحده واحده. بالظبط. مع النزول السريع اللي في الاول مع الاستمراريه النجاح بتاعه الدايت ده نتيجه لعمليه السمنه. طب يا دكتور بقى معلش، بما ان حضرتك برضو قلت يعني عشان نقفل حته العمليات والحاجات اللي زي كده، عشان برضو نطمن الناس ان العمليات مش صعبه ولا هتقعد زي ما قال الاعلان بقى شهرين ثلاثه في المستشفى، هو يا دوب يوم واحد بس بتباته وبتخرج بعد اربع خمس ايام بالكثير خالص اسبوع ممكن تمارس عملك طبيعي. طب هل بعد العمليات اصلا في اجهزه برضو ممكن تخفف الالم؟ عشان بسمع ناس تقول لك ده انا حاسه تعبانه شويه بعد العمليه، ده طبيعي لان دي عمليه جراحيه، فهل في اجهزه ممكن تخفف الالم او مثلا ادويه؟ هو بخصوص موضوع الالم دون، الشعور بالالم بيختلف من شخص لشخص. في ناس عندها الشعور بيبقى قوي جدا اكتر من غيرها، وفي ناس بيبقى عندها يعني المفروض تحس بالم شديد وما تحسش بحاجه، فده حاجه سبجكتيف في اوائل واخيرا، لكن ليها كذا اعتماد في ايدي انا. اول حاجه هو وقت العمليه، كل ما نقلل وقت العمليه كل ما الشعور بالالم يبقى اقل. تاني حاجه الطبيعه نفسها بتاعه القص المعده تكون بشكل يقلل كتير الشعور بالالم. واهم حاجه في النهايه هي جهاز منع الالم، ده طبعا بنقدمه مع كل عمليات الجراحيه،
لان هو بيقلل المشاكل بتاعه التنفس ويقلل المشاكل بتاعه الالم بعد العمليه، يخلي الشخص يقدر يرجع شغله بشكل اسرع. ده مش جهاز، ده هو زي علبه محلول او ازازه بلاستيك بتدي مسكن ببيت معين، بحيث ان هي تقعد مع الشخص حوالي يومين او ثلاثه بعد العمليه عشان في البيت ما يحسش بالم، ما يحسش يعني، تبقى تجربه لطيفه تمر عليه ان شاء الله على خير. طب قبل ما ندخل على السؤال اللي جاي، خلينا ناخد استاذه حسنى من البحيره. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل لحضرتك، معاك الدكتور احمد لو في اي استفسار او اي سؤال. ازيك يا دكتور، حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. العمليه محبسه الشهر بالظبط. الحمد لله، اهلا بيك. الحمد لله، انا بس متصله عشان نشكر حضرتك على اللي احنا وصلنا له حاليا. سلام. الحمد لله. طمنينا على صحتك، عامله ايه؟ كنا كام طيب؟ كنا كام قبل العمليه؟ كنت 130 وحاليا 78. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. من 11 شهر. من سنة. واخبارك ايه حاليا؟ هل في هزال؟ هل في تعب؟ هل مش قادره تقومي بمهامك بحياتك؟ الحمد لله، ومش في حضرتك ان حاليا ما بقتش الناس تعرفنا اصلا. الحمد لله. من الوزن اللي وصلت له. الحمد لله. طبعا الحمد لله. ربنا يا رب يبارك لك يا رب يا دكتور، ويديك ويزيدك من علمك. تسلمي يا رب. ربنا يا رب يتم شفاك على خير ويعطيك الصحه دايما يا رب ان شاء الله. وشكرا لحضرتك على الاتصال الجميل ده. يعني حاجه جميله جدا يعني، ما شاء الله نزلت كتير جدا. الحمد لله. عندي سؤال كده، كان في حد ساله لي او انا شفت حد كان بيعمل عمليه تكميم وقال لي الموضوع ده، ان لو مثلا واحده قصيره شويه بس هي وزنها زياده، تمام، بتروح للدكتور وهي مثلا 70 80 90 كيلو، يقول لها لا لازم تعدي ال 100 عشان اعمل لك عمليه تكميم او تحويل، هل ده حقيقي؟ احنا مش بنتكلم في ارقام، يعني هي بتبقى معدل كتله الجسم، بنقسم الوزن على مربع الطول. لو الرقم ده اقل من 40، يعني لو اكتر من 40 يعمل عمليه سمنه، تمام. لو بين 35 و40 لازم يكون في سبب تاني قوي، زي ان في ضغط، في سكر، في مشكله صحيه معينه، ومع الوزن فحضرتك تتخلص من الوزن من المشكله الصحيه. دايما بيبقى الخلاف في المنطقه اللي هي بتاعه الثمانينات، فدي بتحتاج طبعا تقييم وعلى حسب طول الشخص وسنه والامراض المصاحبه اللي عنده. طيب مريض السمنه بقى الفائقه ده يعمل ايه مع الترهلات اللي بتبقى بعد العمليه؟ طبعا مع النزول القوي في الوزن، واحد هينزل له 200 كيلو، 280 هيبقى 80، هنشيل منه مثلا ما يعادل 3 اشخاص، هيبقى في جلد ضخم كتير. احنا بنشتغل على اكتر من محور. اول محور ان الشخص في خلال اسبوعين بعد العمليه يكون نزل الجيم، يلعب اوزان عاليه، يلعب تمارين بطن، يحاول يحارب الترهل. اكتر اربع مناطق بتترهل هي الثدي والبطن والفخذ والدراع. بقول له يعني لو انت بدل ما تعمل اربع عمليات، لو بقى عمليه واحده يبقى احسن، لو ما بقاش في عمليات يبقى احسن. فيبدا الشخص ده ينزل الجيم في محاوله ان هو يشد الترهلات، والاهم من كده بياخد واي بروتين مكمل غذائي بيحافظ على الكتله العضليه، فيقلل كتير الترهل، يساعد على التجديد بتاع الكولاجين وبتاع الخلايا. في النهايه خالص بعد وصول للوزن المثالي، اذا كان في جزء معين مضايقه، حاجه يعني هو نفسيا هيرتاح لو تخلص منها، ساعتها بيلجا لعمليات التجميل. طب ولازم حضرتك يكون معاه مدرب جيم متخصص في الحاجات دي، ولا حضرتك ممكن تقول له العب مثلا تمارين معينه؟ احنا تماريننا كلها هي تمارين المقاومه. للاسف اغلب مدربين الجيمات العاديه المنتشره في كل انحاء الجمهوريه يعني هم بيخافوا يتعاملوا مع المرضى اللي عاملين عمليات سمنه. احنا بننصح المريض ان هو يلعب بشكل طبيعي، ويلعب باوزان عاليه، ويلعب عجله وتمارين بطن، ويشيل حديد باوزان عاليه عشان يقدر يشد الترهل، يبقى كل تركيزه ناحيه شد الترهلات. لكن حاجات مثلا زي المشايه مثلا، التريد ميل دي مع الوزن العالي ممكن تاثر جدا على وجبه الشخص، فالافضل منها يكون عجله الشخص قاعد ورجله ضد العجله. طب هو اصلا بعد فتره قد ايه من العمليه يبدا الاسبوع الثالث يفضل بدايه الجيم؟ الاسبوع الثالث اقصى حاجه اسبوع الرابع، ده احسن حاجه بعد العمليه ان هو ينزل الجيم فيها، لان هو لو اتاخر عن كده هتكون الترهلات بدات تظهر فعلا، والترهل اللي بيحصل للاسف بيكون صعب جدا ان احنا نرجعه تاني لاصله. تمام. طب يا دكتور، اصحاب بقى الاوزان الفائقه بعد العمليه وما وصلش للوزن المثالي اللي هو المفروض يوصل له، يعني انا مثلا كنت تخينه فحابه ان انا انزل ابقى 70 كيلو، هو ده الوزن المثالي، تمام، ما وصلتش، هل في حل تاني يخليني اوصل؟ يعني الشخص مثلا بدا 280 250، عمل عمليه سمنه وصلته ل 120، ده مش النهايه، هو نزل كويس ونزل 150 كيلو 130 كيلو، هو عايز لسه يعني حب القصه وحب نزول وزنه وعايز يعيش بصحه اكتر من كده، خايف من عوده الوزن، عايز يطمن ان هو بعد خالص، بيقدر وقتها لو هو عمل تكميم يقلبه تحويل مسار، لو هو عمل تحويل مسار مصغر يقلبه تحويل مسار كلاسيكي، بيكون في عمليات تصحيح تقدر ان هي تتعمل لو الشخص ده حابب ان هو يوصل لمنطقه الوزن المثالي. تمام. انا بشكرك يا دكتور، حلقتنا خلصت بسرعه جدا.
شكرا زميلي محمود. سادة مشاهدين ومتابعين، كنت بس حابة أقول كلمة كده بسيطة في الآخر، إن في ناس كتير جدا بسبب بعض العادات والتقاليد الخاطئة بتقول لك فات الأوان، فات الأوان إن أنا أغير من طريقتي، فات الأوان أغير من شكلي، فات الأوان أغير من لبسي، فات الأوان في حاجات كتير. لا، الأوان لسه ما فاتش، طول ما في نفس طالع داخل لسه الأوان ما فاتش. نحافظ على صحتنا ونحافظ على أسلوب حياتنا. وزي ما عودناكم وتعودنا معاكم من هنا للحلقة الجاية هناخد بريك ونفصل شوية.